ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد النهارده، والنهارده مش ريفيو، هو انا مش عارفه احط تحت انهي تصنيف بالظبط، بس هو فيديو حلو هيعجبكم. اغلبنا اللي بيحب الفضه بيبقى عنده مشكله في تنظيفها مع الوقت، انها بيتغير، سواء بقى فضه عاديه او فضه ايطالي او فضه مطليه ذهب، بيبقى عايزه برضو تنظيف وتلميع من وقت للتاني. فانا جبت لك النهارده ابسط طريقه تخليكي ان انت تعمليها وانت مطمنه ومش حاسه ان انت بتعملي حاجه تقيله كده، وانت هتعمليها بالعكس، هتعمليها بسلاسه جدا جدا، ومكونات اوريدي هي موجوده في البيت. بصوا انا عندي يعني دي اغلب الحاجات اللي انا هوريها لكم ديت. بصوا لونها مغير، يعني دي مثلا ايطالي، بصوا لونها مغير ازاي بقى، لونها مش احسن حاجه، تمام؟ اهي بصوا شايفين لونها غامق ازاي، مع انها المفروض ان هي ايطالي ما تكونش كده، تمام؟ برضو نفس الفكره، الخواتم شايفين لونها مغير ازاي، شايفين اهي برضو نفس الحكايه. اقول لكم بقى دي يعني فضه عاديه، اللي هو بيقولوا عليها فضه بلدي تقريبا، مش فضه ايطالي ولا فضه مصريه. بصوا مغمقه ازاي، تمام؟ اهي شايفين الغمقان. هوريكم برضو اغلب الحاجات اللي عندي، فانا جمعتهم كلهم بقى، قلت بس هي حملة التنظيف ومش هتكون من غيركم طبعا، فقلت اوريكم انا بنظفهم ازاي عشان تستفيدوا انتوا كمان. تعالوا بقى في فيديو النهاردة نعمل تنظيف الفضة بابسط مما يكون، وتلمي كل الحاجات اللي عندك كده، ويلا بقى نلمع ونظبط الدنيا ونبتدي نلبس حاجتنا، بما ان الشتاء دخلت وهنبتدي ان احنا نلبس حاجتنا اكتر، وان الصيف بيبقى الواحد مش طايق يلبس اي حاجه، وخصوصا لا الاكسسوارز ولا اي حاجه. يلا وننزل يعني، فالشتاء جاي كده، تعالوا ايه نظبط الدنيا ونطلع حاجتنا الحلوه، تمام؟ لايك لفيديو النهارده، ولو انتوا مش متابعيني تابعوني، هتلاقوا فيديوهات ان شاء الله تعجبكم، تمام؟ فبصوا صغير جدا ارجع لكم على طول، فخليكم معايا. بصوا اول حاجة كده نحتاج طبق، وهنحط فيه تكون مية سخنة، تمام؟ اول حاجة خل كلنا عندنا خل في البيت، حبة حلوين كده، ده نص فنجان، تمام؟ تعالوا بقى نحط الحاجة كلها كده، ايه، ادلق كل اللي عندك، واللي عندك يلا. عايزاكي اللي بتتفرج على الفيديو دوت تقوم تعمل الحاجة على طول، تمام؟ هنحتاج كمان بقى كربوناتو، كلنا عندنا كربوناتو في البيت او البيكنج صودا. بصوا بقى الفوران ده مهم جدا جدا جدا، هو ده بقى اللي هيشيل كل الحاجات والمحتاجات اللي فيها. بس عايز تحط حبة بريل مفيش مشكلة، حطي براحتك، بس هو انت مش بتحتاجي اكتر من ال الكربوناتو وخل وبس، كربوناتو وخل وبس. ما عندكيش كربوناتو ممكن تستخدمي خل ومعجون اسنان، اي معجون اسنان عندك بقى تروحي حاطه منه برضو ينفع، تمام؟ استنى عليهم ايه بقى 10 دقايق كده، ولازم يكون عندك فرشة اسنان قديمة كده، دي كده باظت كده وفرشحت، فانا مخليها للحاجات دي، فاستنى عليهم بقى ايه 10 دقايق. بصوا اصلا في زي فقاعات كده بتحصل، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، هي واضحه. دي مهمه جدا، شايفه انا هوريكي الفرق دلوقتي. نديهم بس 10 دقايق كده ايه، ونبتدي نلمعه. خلي فوطه طبعا برضو معاكي علشان هنمسح بيها. 10 دقايق وارجع لكم. يلا بقى نبتدي كده على طول، قدرت فوطي وتعالوا ايه، ميه سخنه شويه، فتعالوا اول خاتم اهو، تعالوا نبتدي ان احنا نلمعه. انا عايزاكوا ايه تلاحظوا الفرق معايا، شايفين طيب اللمعة ولا ايه؟ تمام،
دي كانت مغيرة شوية. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على الجمال. بصوا اللمعة، أعمل كده أنا أشوفها بالفوطة وأوريكم. بصوا بصوا اللمعة، تمام. ايه، ناخد حاجة تاني. ده عشان ده كان مضايقني قبل ما ادعكه اهو، و ابتدى يلمع الفصوص. ايه، بصوا شايفين الضي بتاعها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا بجد اكيد واخدين بالكم من اللمعة. شايفين؟ شايفين اللمعة؟ نشوفه بس كده هوريكو. بصوا انتوا كنتم شايفينه اكيد قبل كده. بصوا بقى رجع ازاي الفصول بتاعته. اهو تعالوا نشوف ده اهو. نعم، اقول لكم ده كان مضايقني قد ايه. الفصوص بتاعته كانت فصوص زرقاء، كان لونها ما بقاش واضح خالص. لا بجد خدتوا بالكم من الفرق؟ لا الفرق ايه، واضح جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني الفصوص رجعت تاني تبان اهي. بصوا برضو دي كان خاتم كده زي الدبلة كده. بصوا فصوصه رجعت عاملة ازاي من غير برضو ما لمعها، وده نفس الفكرة من غير ما لمعه. نشفه بس اهو. شايفين؟ اكيد انتوا اصلا شايفين شكل المية عامل ازاي. فجربوه، بس انا مش هطول عليكم، اقعد بقى انضفه وانا مع نفسي كده. انا حبيت اوريكم الحاجات نطفت ازاي، وريتكم قبل وبعد. يا رب تكونوا استفدتوا، وتعملوا لايك للفيديو النهارده، واتمنى متابعتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد.